كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أعتقد أنه آخر تصريح حكومي قبيل التعديل الحكومي المتوقع. عرفت الأجواء الترقب نوعا من إشاعات، بعضها مغلق بعضها مسيء لبعض أعضاء الحكومة، وبعضها ربما له من الجدية ما يمكن أن يقال. لمسنا أن هناك تأخر حيث الإعلان، خصوصا وأن الجمعة مقبل افتتاح البرلمان. ثانيا، تعرضتم أنتم شخصيا لربما هجمة شرسة تهم يعني أو موقفكم أو وضعكم كوزير بحكم مجموعة من الأحداث التي رفقت إليكم. وتزامنت مع هذا الترقب، هل من إشارة أو رسالة في هذا الاتجاه؟ شكرا. ما يتعلق بالتعديل الحكومي، أولا سي القارح طرح بعض الإشاعات التي تصدر، أنا يعني من يتحمل المسؤولية ديال السبير الشأن العام عليه أن ينتظر مثل هاد الأمور. لكن ما يتعلق ب أقصد هنا الإشاعات ديال الحادثة السير المرتبطة التي أدت إلى وفاة دركي رحمة الله عليه، نسأل الله عز وجل لأهله الصبر والسلوان وله المغفرة والرحمة، والتي يعني نسبت أو في بعض الصفحات نسبت زورا وكذبا وافتراءا لأحد أفراد العائلة، رغم أن الابن الوحيد لإحدى شقيقتي موجود، هو مازال طفل في التعليم في الابتدائي، ولهذا نشرت تكذيبا. وكنشكر الجميع الذي تفاعل معه وعمل على بثه من أجل تصحيح هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالسؤال حول هذا الموضوع. فيما يتعلق بالسؤال حول التعديل الحكومي، اولا هذا الامر كما سبق ان قلت واكدت، السيد رئيس الحكومه اشتغل عليه وفقا للتكليف الملكي السامي، وعمل على التواصل التشاور مع الاحزاب المعنيه بهذا المشكله الاغلبيه الحكوميه، وبلورت مشروع مقترح. النتائج المرتبطه بذلك هي مؤطرة بأحكام الدستور التي تنص على المقتضيات المتعلقة بالتعيين في الحكومة والإعلان عن ذلك، ولهذا كل ما يتعلق بهذا الأمر مؤطر بأحكام الدستور، والإعلان عنه يخضع لتلك الأحكام. وبالتالي السؤال حول النطق الرسمي ومن ومن سيتحمل المسؤولية وكل ما يتعلق بهذا الأمر، المعلومات هنا عند السيد رئيس الحكومة، وهو الذي يعني كما قلت اشتغل على هذا الموضوع، بالتالي ليس هنالك أي معلومة رسمية يمكن التصريح بها في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.